اكيد النوفل هيبقى فيها شخصيات اكتر كتير، مش شورت ستوري. البلوت لاينز كم شخصيه، كل شخصيه ماشيه في حياتها في القصه بلوت لاينز مختلفه، ولا هو واحد بس زي شورت ستوري او فلاش فيكشن وهكذا. قلنا ان الثمان اليمنتس الموجودين في كل الروايات ايا كانت، من اول السيتنج المكان والزمان للشخصيات للاحداث لهكذا لغايه ما بنوصل في الاخر للستايل بتاع الرايتر. وعلشان خاطر نشرح الكلام ده كله، ما كانش هينفع اجيب لكم روايه نقراها في الكلاس، فكنا جايبين ثلاث افلام باعتبار ان انت كلكم على الاقل هتبقى شفت فيلم واحد فيهم اذا كنت شفت الثلاثه. فبالتالي دول ثلاث افلام من ثلاثه جانرز مختلفه. لو انت قاعد مع اهلك يوم العيد اكيد شفت ده، لو انت اصلا وانت طفل صغير رحت السينما ولا شفت ولا فتحت حتى قناه ميكي ولا اي حاجه اكيد شفت لاين كينج. وهاري بوتر للناس اللي هي بقى ايه، الناس اللي هي عندها طولة بال انها تتفرج على 8 اجزاء ولا 7 اجزاء. في كل الحالات القصص دي فيها نفس المكونات بتاعت الروايه، لان هم اغلبهم اصلا كانت قصص واتقلبت افلام. اول اليمنت عندنا هو السيتنج. السيتنج هو الزمان والمكان. انا هنا هختصر بسرعه لان انت شفت المحاضره، مش هعيد وازيد، انا بس بعمل ريكاب او كده ايه اوفرول يعني سمري. خلاص، المكان والزمان في كل فيلم من دول كان واضح ومحدد بشكل معين. هنا في الفيلم بتاع هوم الون الزمان كان كريسمس، والمكان كان بيت لطيف في مدينة نيويورك. الزمان ما كانش بتحدد سنة كام، بس محدد السيزن. نفس الكلام هنا هتلاقي في لاين كينج، المكان هو صخرة العزة. صخرة العزة دي موجودة في مكان في أفريقيا، بس مش مقايلين بالظبط فين، مش قايلين السنة كام، لأن القصة المفروض أنها تايمليس، بتتكلم عن الخير والشر من غير وقت معين. في النص هنا بنتكلم على هوجورتس، ودي المدرسة اللي كان فيها الأحداث بتاعة هاري بوتر، وكنا عارفين مكانها تقريبا فين. كنا عارفين انها جنب لندن، وبتركب لها القطر 9¾ من محطة القطر في لندن. فبالتالي دلوقتي احنا عرفنا ان كل قصة من دول كان ليها مكان وزمان بتدور فيه الاحداث. ساعات المكان والزمان بيبقوا واضحين، ساعات بيبقوا فيك شوية، زي هنا في هاري بوتر التايمينج ما كانش واضح بالظبط احنا سنة كام. في حاجات بتدل ان احنا في مكان في وقت حديث، بس في نفس الوقت حاجات تانية بتدل لا احنا مش في وقت حديث ولا حاجة. مثلا كان في الوقت ده كان في تليفونات ولابتوبس وكده، بس ما ظهرتش في الفيلم خالص. في نفس الوقت العربيات شكلها قديم، فانت تتخدع ان انت ممكن تكون الاحداث مثلا بتدور في الستينات والسبعينات، بعدين تلاقي حاجه تانية زي الاتوبيسات حديثه او القطارات حديثه، فمش فاهم بالظبط انت في انهي عصر. فبالتالي هنا كان في شويه كونفيوجن في التايم، لكن المكان كان واضح جدا. بالنسبه للشخصيات، انا عندي نوعين اساسيين من الشخصيات، اللي هم البروتاجونست او البطل اللي لازم احنا نتعاطف معاه، والانتاجونست اللي هو الشرير اللي احنا دايما عايزينه يتغلب. الشخصيات دي البروتاجونست والانتاجونست ممكن ساعات يبقى فيه شخصيات واضحه جدا ضد بعض بالمنظر ده، او ساعات الدنيا ما بتبقاش واضحه قوي زي الفيلم بتاع الجوكر. فيلم الجوكر هو البروتاجونست شرير شرير وانت لازم تتعاطف معاه، ومفيش انتاجونست واضح. الانتاجونست في الفيلم بتاع الجوكر هو المجتمع او السوسايتي او الظروف، هي اللي كانت ضد البطل. هو نفسه عشان هو راجل شرير اصلا ما بنسميهوش بروتاجونست، بنسميه الانتي هيرو، اللي هو البطل اللي هو اصلا مش محبوب قوي. بس ازاي ان هو في البطل، بان هو بقى البروتاجونست بتاع القصه او هو بطل القصه، ازاي ان هو هيقدر في الاخر يكسب التعاطف بتاع الريدر او اللي بيتفرج. الانتاجونست بيبقى دايما الشخص الشرير الوحش اللي دايما بيبقى فيه فايت او كونفليكت ما بينه وما بين البروتاجونست. بالنسبه لانواع الكاركترز مختلفه، في انواع تانية زي مثلا الستاتيك كاركتر والديناميك كاركتر. الستاتيك معناها انها ثابته في مكانها، والديناميك معناها انها بتتحرك. فالستاتيك معناها ان الكاركتر دي ثابته في مكانها اوفر تايم، دايما طيبه، دايما عندها نفس مقدار الشجاعه، دايما عندها مقدار الخوف على الاخرين. هاري بوتر من اول جزء لاخر جزء بيدافع عن صحابه، بيدافع عن ضد اي حد بولي، بيحارب فولدمورت بنفس مقدار الشجاعه، ما بقاش جبان، ما بقاش اشجع من الاول ولا اي حاجه خالص. فبالتالي هاري بوتر شخصيه ستاتيك، هي نيفر changed نتيجة الحاجات اللي حصلت في حياته. هو طول عمره طيب، طول عمره شجاع، طول عمره بيتصرف بنفس الطريقة. طريق شخصية استاتيك جدا ما بتتغيرش. في المقابل أنا عندي الشخصية بتاعت سيمبا. شخصية سيمبا في الفيلم ده كانت صغيرة قوي الأول، عايشة مع أهلها في رخاء، وبعدين حصلت لها كرايسيس. الكرايسيس دي خليته يروح يعيش مع تيمون وبومبا. في الفترة دي شخصيته اتغيرت، بقى عنده لا مبالاة، بقى بيعيش بالحياة الفريدم بتاعت الهكونة ومطاطة. فهنا
he evolved. وبعدين لما قابل نالة تاني دخل في صراع مع نفسه وابتدى يتغير ويكتسب شجاعة وان هو لازم يروح يحارب عمه. فبالتالي شخصيته evolved بقى أشجع بقى مختلف بقى يفكر طريقة مختلفة. فبالتالي سيمبا شخصية dynamic كل ما بيحصل حاجة في حياتها أو crisis بتحصل تفكيره بيتغير وتصرفاته بتتغير. في نوع تاني من الشخصيات اسمه الفلات كاركتر. الفلات كاركتر دي اللي ملهاش depth ما نعرفش عنها حاجة في الباك جراوند بتاعتها، ما نعرفش تفصيل حياتها، ما نعرفش اتولدت امتى، عاشت ازاي، ليه الراجل ده جرامبي، ليه الراجل ده ماشي بالقطة على طول، ما نعرفش. في المقابل عندنا بقى الشخصيات الراوند اللي احنا عارفين عنها كل حاجة من يوم ما اتولدت وتفاصيل حياتها كلها اللي أدت في الآخر لتكوين شخصيتها، وده اسمه راوند كاركتر اللي هي الشخصية المعقدة اللي ليها هيستوري وباك جراوند احنا عارفين. في نوع تاني من الشخصيات اسمه ستوك كاركتر، ما كتبناهوش في السلايدز، بس هو نوع من الشخصيات اللي هي الكليشيهات المتكررة في كل الأفلام اللي هي الشخصيات اللي بنحشي بيها الأحداث. زي مثلا أي فيلم فيه هاي سكول هتلاقي دايما فيه تشير ليدرز كلهم كليشيهات بنفس الشكل بنفس اللبس بنفس الأسلوب الكلام كده. ففي ستوك كاركترز زي الشخصيات الكليشيهات اللي بتبقى موجودة في كل الأفلام كحشو للشخصيات الثانوية. في شخصية اسمها الكاركتر فويل، هي عبارة عن شخصية مش الانتاجنست، هي شخصية ثانوية جدا بتبقى عكس تماما البروتاجنست، الهدف منها بس انها تبين قد ايه البروتاجنست طيب وكويس. بمعنى ايه؟ ان دريكو مالفوي كان بولي وكان بيضايق الناس، بيضايق هرمايوني، بيضايق نيفل، وبيضايق الناس كلها في الكلاس، وكان كل مرة هو بيضايق حد كان هاري بوتر بيستاند اب فور هيم. يعني في اول جزء خالص لما اخذ الكريستال بتاعت نيفل لونج باتون طلع وراه اسمه ايه ده البروم، طلع وراه يجري وراه عشان ياخدها تاني. نفس الكلام لما كان بيضايق هرمايوني ده كان بيدافع عنها. فالوجود دريكو مالفوي خلى الناس تحس قد ايه هاري بوتر طيب. فوجود الكاركتر دي مش شرط يكون هو الانتاجونست، هو مش الانتاجونست في القصه ولا حاجه، هو الانتاجونست الاساسي هو فولدمورت اللي هو ده الشرير الاساسي بتاع الفيلم ده، وجوده بس مجرد ايه حاجه تبين قد ايه ان هو عشان هو وحش بيبين قد ايه بطل طيب وكويس. بعد السيتنج وبعد الكاركتر في اهم حاجه بعد كده هي البلوت، وقلنا ان البلوت هي عباره عن احداث القصه ولازم تمشي في ترتيب منطقي تسلسلي. الترتيب المنطقي سيمبا اتولد، سيمبا عايش مع ابوه، سكار ومفاسا ابتدوا يتخانقوا، سكار قتل مفاسا، سيمبا اكتشف موت ابوه، هرب راح عاش مع تيمون وبومبا، كبر معاهم، نقابل نالا، رجع يحارب عمه وانتصر والحياة بقت كويسة. لو حصل ان انا شلت التلاتة صور دول من هنا، سيمبا اتولد، سكار وابوه بيتخانقوا واخوه، سيمبا لقى ابوه مات، سيمبا كبير مع تيمون وبومبا، هنا حصلت قفزة كده، سيمبا صغير مع ابوه وفجأة بقى مع ناس تانية وهو كبير. هو ايه اللي حصل هنا؟ هل سيمبا فضل لوحده وعايش لوحده وقابلهم هو كبير؟ طب هو قابلهم ازاي ولا قابلهم فين؟ دي بيبقى اسمها البلوت هول. البلوت هول هي نقطه في الاحداث مش مفهومه، حاجه شخصيه نطت او كبرت فجاه او قابلت ناس احنا مش عارفين هي هم قابلهم فين، فدي اسمها البلوت هول. الاحداث لازم تتقري في السيكونس ده، ما ينفعش تقري بالمقلوب، ما ينفعش اقول سيمبا اتولد، مفاسا مات، سيمبا بيقاتل عمه، سيمبا عايش مع ابوه، الكلام ده ما ينفعش لان ده مش سيكونس منطقي. جوه البلوت بيبقى فيه مكونات، منها الكونفليكت. الكونفليكت ده عبارة عن الصراع ما بين الشخصيات الطيبة والشريرة في الفيلم. أنا عندي في كل بلوت في بيجينينج وفي ميدل وفي أند. في البيجينينج بيبقى باك جراوند عن القصة، في الميدل بيبقى فيه رايزنج أكشن أو الكونفليكت الخناقة أو الصراع اللي ما بين البطل والبروتاجونست والأنتاجونست، وبعدين الأحداث بتوصل للقمة في الكلايماكس، وبعدين بتبتدي تنزل تاني في الفولينج أكشن لغاية ما نهاية الفيلم تيجي، سواء بقى نهاية سعيدة أو نهاية حزينة. هنا لو بصينا على الفيلم ده كل ده كان باك جراوند في الاول، الثلاثه دول في البيجينينج. هنا يعني مجرد ان سيمبا اتولد وعرفنا سيمبا ومفاسا علاقتهم ايه وعرفنا سيمبا وسكار علاقتهم ايه، ده كده بس ايه تمهيد للعلاقه ما بين الثلاث شخصيات دول. هنا ابتدت الرايزنج اكشن بقى، الرايزنج اكشن لما مفاسا مات وابتدت بقى سيمبا في صراع مع نفسه ومع افكاره لغايه ما قابل نالا وابتدى يروح لارض العزه. ده كان الكلايماكس بقى اللي هو خلاص اخيرا بعد الصراع الطويل والرايزنج اكشن سيمبا قدر يتغلب على اخوه وقابل عمه وحاربه. الحرب نفسها كانت هي الكلايماكس، وبعدين ابتدت تنزل بان سكار مات، وبعدين سيمبا اتجوز نالا وخلفه اسمها ايه بنتهم كيارا، وعايش بقى ملك لطيف جدا في ارض العز عادي جدا زي بابا.
فبالتالي هنا دايما بيبقى في بيجينينج تعريف عن الفيلم، زياده في الاحداث بتحصل لغايه ما وصلوا نقطه الكلايماكس، وبعدين الاحداث بتنزل لغايه ما بنوصل للريزولوشن او النهايه. الكونفليكت هنا هو الرايزنج اكشن، فكره الصراع اللي بيعاني البروتاجونست ما بينه وبين الانتاجونست. في طبعا تغييرات كتيره ممكن تحصل في ده الاوريجينال او الاوريجينال شيب بتاع البلوت عامل ازاي. في تغييرات بتحصل، ان انا ممكن يبقى عندي في البلوت مثلا عندي هنا بعد ما وصلت للكلايماكس اوبس شخصيه طيبه قلبت شريره، ده اسمه بلوت تويست. بلوت تويست ان هي حاجه غير متوقعه بتحصل في الاحداث، ما بينفعش تحصل في الاول. البلوت تويست لو بدات في الاول ما بقتش بلوت تويست، بقت مجرد حاجه معينه حاصله في البيجينينج بتاعتنا. دكتور صوت حضرتك اختفى، سامعيني دلوقتي؟ طيب تمام. طيب البلوت تويست ما ينفعش يحصل في الاول، لانه مش هيبقى بلوت تويست، هيبقى جزء من الباك جراوند. فالتويست لازم يحصل في الاخر هنا، قبل على الكلايماكس على طول او بعدها بشويه. وساعات بيخلوا البلوت تويست ده في الاخر، بس ده عشان خاطر يمهدوا الجزء تاني. يعني الحاجات بتاعت افنجرز كلها لما تلاقي في الاخر ان دانوس طلع ظهر في الباك جراوند وانت كنتش متخيل ان هو اللي ورا كل ده، ما هو ده عشان ايه؟ عشان خاطر يمهد للجزء التاني. حاجات تانية بتتعمل في البلوتس غير تقليدية، فكرة ان انت تتفرج على الفيلم المقلوب زي ميمنتو زي فينتج بوينت، الافلام اللي هي بتقلب القصة عشان خاطر نوع من انواع التشويق. في نوع تالت من البلوتس بيحصل لما عندك مالتيبل اندينجز، وبتخلي القارئ هو اللي يختار انهي اندينج هو عايزها. يعني ممكن يجي هنا وبعدين سكار اتخانق مع اخوه، تختار اختيار من اتنين، سكار قتل اخوه او سكار اتصالح مع اخوه، فانت تختار الاوبشن. لو اخترت ان هو قتل اخوه يديك اللاين ده، لو اخترت ان هو اتصالح مع اخوه يديك لاين تاني. بتتعمل ازاي في الكتب؟ بتتعمل في الكتب ان انت بتقرا الشابتر وبعدين في الاخر بيقول لك بيديك اختيار من اتنين، الاختيار ده لو انت هتمشي مع الاختيار الاولاني البطل هيعمل كذا، تروح تقرا شابتر 60. لو انت لا البطل اختارته ويعمل حاجه تانية، يروح يقرا شابتر 52، وفي اخر شابتر 52 تلاقي اختيار تاني يطلعك لشابتر ثانيه وهكذا. في روايه مشهوره جدا اتعملت بهذا الاسلوب، وبعدها الموضوع ده انتشر لدرجه ان نتفليكس عملته في الفيلم المسلسل بتاع بلاك ميرور. كان في حلقه انت فيها بتختار في الاخر الشخصيات هتوصل لايه او هتعمل ايه. كده بالنسبه للكونفليكت والبلوت. نيجي بعد كده للثيم. الثيم هي الايديا او البليف او المورال اوف ذا ستوري اللي الرايتر عايز يوصلها لنا. اشهر واحده هي الجود فيرسس ايفل، اللي هو الشر صراع الخير والشر، وان دايما الخير بينتصر في الاخر. المورال اوف ذا ستوري ده ممكن ياخد اشكال كتير، ممكن ياخد شكل زي هاري بوتر، ممكن ياخد شكل فاني جدا زي الناس بتوع ده الخير والشر، ممكن ياخد اشكال مختلفه جدا حتى جوه العيله نفسها، او واحد وعمه ده خير وده الشر. فالصراع ما بين الخير والشر ده اكتر الحاجات اللي هي العامه اللي موجوده في الروايات وفي القصص والافلام. في بعض الحاجات التانية زي مثلا الفاميلي اند فريندشيب، بتبين قد ايه البني ادمين بيبقوا اهم حاجه عندهم الفاميلي. الكارما مثلا، الافلام اللي هي زي فاينل ديستنيشن، انت مثلا يو سكيب ديث فالكارما جت كليمد يو باك او ديث جت كليمد يو باك. او فكره برضو كومينج اوف ايج، ان زي اطفال معينه مثلا في سن معين بعدين عملوا رحله جيرني في رود تريب، ولا دخلوا جومانجي، ولا حصل اي حاجه طلعوا في الاخر من الاذر سايد ليس تشايلدش، زي كان بيكام مان. السرفايفل زي مثلا الافلام كلها بتاعت البوست ابوكاليبس، فكره الناس اللي هي عايشه في عالم غريب لازم تتنقل من نقطه لنقطه. زي الفيلم بتاع بوك اوف ايلاي بتاع دينزل واشنطن، ازاي ان هو بيسرفايف الرحله اللي هو عملها طول الفيلم عشان خاطر يوصل الكتاب. الفيلم بتاع جرافيتي بتاع ساندرا بولك وهي قاعده في الفضاء لوحدها، طب ما ده كان سرفايفل برضه، هي كانت بتعمل كل حاجه عشان خاطر تعيش. فالمورال اوف ذا ستوري او الايديا او البليف بيهايند ات بيبقى حاجه جنرال ايديا القارئ عايز يوصلها، وكل فيلم بيبقى له ثيم بتاعته. ممكن تبقى قريبه من الجنرا شويه، يعني في جنرا الرومانس بتبقى اغلبها الثيم بتاعتها اللوف، دايما هتلاقي ان في حاجات جنرا اللي هي ساينس فيكشن ممكن تلاقي فيها سيرفايفل او كومينج اوف ايج او وور او كده. فهتلاقي ان في بعض الاحيان الجنرا والثيم بيتقاطعوا، بس ساعات لا عادي، يعني ممكن تبقى فيلم من جنرا رومانس وفي جود فيرسس ايفل في الاخر، هي قصه رومانسيه بس في نفس الوقت فيها فامباير شرير وبيحاول يحارب الفامباير الطيب، فعادي فيها جود فيرسس ايفل. نيجي للنقطه اللي بعد كده. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي ولا هنخلي اسئله في الاخر؟ خلي اسئله. هو حضرتك اوكي.
نيجي بعد كده للسؤال بتاع البوينت اوف فيو، مين اللي بيحكي القصه؟ هل انت اللي بتحكي القصه كالبطل، البطل انت مثلا قاعد بتقرا ولقيت البطل بيقول انا رحت عملت حاجه فلانيه ورحت اشتريت حاجه فلانيه قابلت فلان وكده، ولا اللي بيحكي القصه هو مورجان فريمان اللي بيبدا القصه من الاول، و مورجان فريمان بيحكي القصه بيقول لك الاحداث كلها بتاعت فلان وفلاني وفلان وفلاني راحوا اتقابلوا في المكان الفلاني وهكذا. اللي بيحصل هنا عباره عن ايه؟ عباره عن البوينت اوف فيو اللي بتحكي منها القصه. كل واحده منهم ليها ميزه وليها عيب. اول واحده هي الفيرست بيرسون ناريتور، ده معناها ان البطل هو اللي بيحكي ودايما بيستخدم اي وي. البطل هو اللي بيحكي ده معناه ان انت ما تعرفش اي حاجه عن الشخصيات والاحداث اذا ما كانش البطل نفسه عارفها. يعني مثلا في الفيلم بتاع هانجر جيمز كانت كاتنس إبردين البطلة هي اللي بتحكي القصة كلها من وجهة نظرها، وبالتالي كاتنس إبردين أي حاجة هي ما تعرفهاش إحنا ما كناش عارفينها. في جزء من الأجزاء كاتنس إبردين وقعت في غيبوبة ونامت، حاجات كتير جدا حصلت وهي نايمة إحنا ما عرفناهاش. عرفناها إمتى؟ لما هي صحيت وابتدوا يحكوا لها الأحداث فعرفت إيه اللي حصل. فالفيرست بيرسون منتشر جدا، البطل هو اللي بيحكي، بس في طبعا مميزات وعيوب لكل طريقة. مثلا طريقة الفيرست بيرسون دي سهل جدا ان انا اعمل فيها بلوت تويست. ليه اعمل فيها بلوت تويست سهله؟ لان انا عندي دلوقتي البطل حواليه ناس تانية هو ما يعرفهمش، مش عارف نواياهم واذا كانوا هم طيبين ولا اشرار. فلما البطل بيكتشف ان هم اشرار ساعتها بالنسبه لنا ده بيبقى البلوت تويست. فبالتالي ميزه في الفيرست بيرسون ناريتور ان هو سهل جدا ان انا اعمل فيه بلوت تويست. العيب بتاعه ان انت ما بتبقاش قادر تقرا الشخصيات من وجهه نظر تانية او مختلفه، او ما تبقاش عارف الاحداث اللي حصلت ما بين الشخصيات الثانيه لان انت دايما بتسمع اللي عارفه الفيرست بيرسون بس. النوع الثاني المنتشر في الليتريتشر المنتشر في الروايات مش السكند بيرسون، هو الثيرد بيرسون. الثيرد بيرسون هو الناريتور، البني ادم اللي بيحكي القصه بره خالص من بره القصه، زي مورجان فريمان لما بيحكي الافلام. مورجان فريمان هو بيحكي، هو مش طرف القصه، هو مش بطل. مورجان فريمان هو بيحكي على كل الشخصيات في نفس الوقت. يعني انت ممكن تكون بتسمع عن شخصيات مختلفه واحداث مختلفه في نفس الوقت حتى لو البطل نفسه مش عارفها. يعني البطل نفسه مش شرط بيكون عارف كل الحاجات اللي الناريتور عارفها او كل الحاجات اللي انت سمعتها من الناريتور. مورجان فريمان دايما بيحكي على البطل والبطل بيقول هي او شي او ات. ليه؟ لان هو بيتكلم بصيغه الثيرد بيرسون، الشخص الثالث اللي هو بيحكي عنه، وده من اكتر الطرق السهله او المنتشره في حكايه الروايات. صعب فيها ان انت تعمل بلوت تويست، بس ممكن صعوبتها في ان انت بتبقى قاري القصة كلها من اولها لاخرها، فبتبقى ما فيش حاجة صعبة عليك ان انت في حاجات تبقى يعني مختفية. في الفيرست بيرسون انت مش عارف تلات ارباع القصة، لا عارف تلات ارباع شخصيات، لان انت معرفتك محدودة جدا بمعرفة البطل. اخر نوع من الناريشن هو السكند بيرسون، وده نادرا ما بيستخدم في الروايات. ده دايما بيستخدم في الانستركشنز لما الرايتر بيكتب يو، بيكلم الريدر. لما بيكلم الريدر ده معنى انه بيديله instructions في الكتب بتاعت الدي اي واي او الكتب بتاعت الكوكينج. فبالتالي هو هنا ما بينفعش ان انت تستخدم رواية وتستخدم يو، ان الرايتر يكون بيكلم الريدر نفسه. فده بيستخدم اكتر اللي هو second person narrator، بيستخدم في النون فيكشن. في النون فيكشن او الحاجات اللي هي instruction او دي اي واي او كده بتبقى دايما بيستخدم كلمة يو، you have to do ده، بعدين محتاج تحط الانجريدينت ده وهكذا. فده نادرا ما بيستخدم في الليتريتشر. اللي دايما بيستخدمه هو الفيرست بيرسون لما البطل بيقول اي او وي، او الثيرد بيرسون لما الناريتور اللي هو مورجان فريمان بيقول هي وشي وات. التون بتاع القصه هو الايموشنال تون، الاحساس الفيلينج اللي الروايه عايزه تحكيه. نفس الحاجه نفس القصه ممكن تتحكي بطريقه هيومرس وفاني، وممكن تتحكي بطريقه فيري ميستيريس. اللي بيفرق ده عن ده ايه؟ اللي بيفرق هي الصور والكلمات واستخدام الكلمات لتكوين الايمج دي. يعني مثلا هنا ممكن نتكلم بطريقه بيري فاني ونقول ان الراجل ده اتخبط بالمكوى، فبقى عندنا مكوتين، مكوى والمكوى اللي هو وش الراجل ده بعد ما وشه اتشكل زي توم اند جيري مثلا. فدي فاني الايمج، ان انت بتستخدم وش الراجل ده ازاي قلب بقى شكله زي المكوى بالظبط من كتر قوه الضربه. في المقابل احنا ممكن نقول ان قد ايه كيفن كان خايف من الراجل ده وضربه بمنتهى قوته، بس الراجل ده اغمى عليه ووقع وبس قام تاني، وده خوف كيفن اكتر. اللي انا قلته ده ايه؟ ان انا قلت ده نفس الاحداث اللي حصلت بس الطريقه مش هيومرس، مش طريقه فاني. انا ركزت هنا على الخوف بتاع كيفن، ما ركزتش على الفن بتاع ان الراجل ده يبقى وشه مكوى. فهنا ايه اللي بيحصل؟ الايمجز اللي انت بتكتبها بتحدد التون بتاع القصه. هل هي فاني؟ هل هي مخيفه؟ هل هي مرعبه؟ هل هي فيها ميستريز ولا ايه؟
هاري بوتر في المقابل فيها adventures وميستري وفي حاجات كتيرة images. جيكي رولينج لما عملتها كانت قصدها انها تزود الكريزي بتاعت الناس. الايمجز وهي بتوصف الوانز وهي بتتحرك والناس وهي داخله جوه الحيطه في ال 93 كوارترز بلاتفورم والحاجات دي كلها كانت ايمجز فيها ادفنتشر وفيها ميستري. كان ممكن هي تقلبها كوميدي, كان ممكن تكتبها بطريقه كوميديه جدا, وان هاري بوتر وهو راح دخل في ال 93 كوارتر وراح بتاع الحيطه خبطته تاني وراح رجع وقع على دماغه وها ها 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 زي ما بنحصل في افلام الكرتون او في الافلام. لا الصوت راح, انا عارفه ان الانترنت فصلت عندي. سامعيني كده دلوقتي؟ تمام اه سامعين حضرتك كده. اوكي, فبالتالي جي كي رولينج كان ممكن تتحكم في التون انها تخليه مور فاني عن طريق الايمجز اللي هي بتستخدمها. وبالتالي هي اختارت الايمجز اللي هي بتستخدمها تكون ميستيريوس اكتر, ما فيهاش هيومر, ما فيهاش نكت. فبالتالي دلوقتي كل ريدر بيختار التون او الفيلينج الايموشنال تون بتاع القصه, فاني ولا ساد ولا ثريلينج ولا ايه. اخر حاجه ودي ما بتبانش بقى من الافلام دي, لازم تقرا الروايه, بتبقى حاجه ليها علاقه بالرايتر نفسه, ستايل الرايتر. هل الرايتر ده بيتكلم بطريقه معقده صور وكلها تعقيد وتويستنج وكده, ولا الصور كلها الايمجز اللي هو بيتكلم فيها تكون واضحه وصريحه وفاست بيس. يعني مثلا الكتاب بتاع Game of Thrones الراجل نفسه اللي بيعمل بيكتب القصة ممل جدا وبطيء ولازم يشرح تفاصيل التفاصيل في الشخصيات وكلامه معقد جدا. فبالتالي أنا بالنسبة لي هو slow paced وtwisted مش straight forward, لازم يقعد يوصف الحاجة بطريقة معقدة جدا. في المقابل مثلا هتلاقي حد زي أحمد خالد توفيق اسلوب بتاعه fast paced straight forward ووتي. ويتي معناه أنه هو ذكي, أنه عنده قدرة على ان هو يركب احداث على بعض او ان هو يعمل ايمجز على بعض, يعني بتساعد الناس انها بتقعد تفكر. فبالتالي ده بيبقى له علاقة بالاوثر نفسه, ونفس الاوثر هيكتب نفس الستايل في كل كتابته. يعني جي كي رولينج مثلا بتتكلم بطريقة فاست بيس وستريت فورورد وسموز لانجوج, اي كتاب هتكتبه هتبقى بالطريقة دي. احمد خالد توفيق نفس الحكاية. فبالتالي رايتر بيبقى ليه اسلوب مميز للرايتر نفسه, ايا كان الكتابة اللي هيكتبها هتطلع بنفس الاسلوب. وفي بعض برضه بعض الناس بتكتب بتدخل شعر جوه القصه او انها بتدخل دايالوجز جوه القصه بتاعتها. فبالتالي الاسلوب بتاع ميكسينج البويتري والبروز والدايالوج في القصه بتاعته دي حاجه خاصه بالرايتر نفسه. ده ما بينفعش يتجيب في الافلام. ليه؟ لان الافلام ما بقاش عارفين اصلا الرايتر كان كاتب الكلام ازاي او اسلوبه كان عامل ازاي, فدي لازم تتجاب من القصه نفسها. التون برضو نفس الحكاية, ساعات الأفلام بتتقلب بتبقى more funny في الفيلم أو إنها بتبقى less أو more adventurous في الفيلم عن الكتاب. فبعض الحاجات في التون محتاجة برضو نحن نبص على الكتاب نفسه. إحنا كده خلصنا الجزء الأولاني اللي هي محاضرة العشرة, اتكلمنا فيها عن مكونات الفيكشن أو الروايات التمانية دول, إزاي إن هم كل رايتر لازم قبل ما يبتدي لازم يفكر في السيتنج والكاركتر والثيم والستايل بتاعه اللي هو هيشتغل بيه قبل ما يبتدي يعمل الرواية أصلا. بيز بقى على الكلام ده, حد عنده سؤال في المحاضرة دي؟ دكتور اتفضل. انا عندي سؤال في الاسايمنت اللي احنا هنعمله في التاسك. اتفضل. هو ممكن يبقى روايه جيب صغيره ما دام فيها كل الاليمنتس فيه؟ تمام. بس روايه جيب صغيره زي ايه؟ رجل مستحيل بقى وممثل المستقبل وكده؟ ماشي ينفع لان الدور كلهم فيهم نفس الالمنتس. يعني رجل مستحيل فيها بروتاغونست وفيها انتاغونست, ف ماشي تمام ما فيهاش مشكله خلاص. طيب مين كمان؟ مين كمان؟ طيب حد عنده كومنت؟ دكتور؟
كان عندي سؤال في السيتنج، هو مثلا السيتنج بنجيب المكان بس ولا المكان بالزمن بتاعه بحاجة مثلا حصلت فيه؟ بصي يعني على حسب الرواية، بس المفروض ان السيتنج ده بيديكي اوفرول ايديا عن الزمان والمكان والظروف بتاعت المكان ده والزمان ده. يعني مثلا هتلاقي ان وقت الكريسماس هنا في امريكا هتلاقي ان انت عارفة ان في cultural traditions معينة، لازم يكون في العشاء بتاعهم او لازم يكون في مثلا شراء الهدايا او الحاجات دي كلها، فبالتالي التايم والزمان والمكان بيدوكي كمان حاجات زياده زي الكالتشرال كونديشن والسوشيال كونديشن. في بعض الروايات بتاكد على ده وبتجيبه كله، في بعض الروايات ما بتجيبش، ما بتركزش على ده قوي، بتركز بس على المكان من غير الزمان اصلا. تمام دكتور. ودلوقتي مثلا لو في الرواية أو في الفيلم البطل قعد مثلا في البداية عرفوا أنه مثلا في البلد الفلانية، بعد كده سافر بلد تانية قضى فيها 90% من الرواية أو من الفيلم، يبقى هي دي السيتنج ولا السيتنج بلده والبلد التانية؟ بنكتب كلهم إن الرواية السيتنج فيها كذا سيتنج، كان في الأول في المكان الفلاني، بعدين المكان الفلاني، بعدين المكان الفلاني. ده نفس الكلام في الروايات اللي فيها التايم ترافل، لأن في التايم ترافل أنا عندي سيتنج تايم وسبيس، فانا بتكلم في التايم مثلا في سنه 1945 بعدين سافر للمستقبل 2012 وبعدين رجع تاني مش عارف لسنه كام، فبالتالي ده برضو لازم احدد التغيير بتاعه التايم بتاعه. تمام. بكمان مين تاني عنده كومنت؟ طيب حد فيكو ما عرفش انتوا سمعتوا المحاضرة لغاية أخيرة ولا لا، أنا مش فاكرة حتى دي اتقالت في اليوتيوب ولا لا، بس أهمية المحاضرة دي بالنسبة لك أنت كمهندس إيه؟ حد عارف؟ Creative thinking. Creative thinking، أوكي. إيه كمان؟ في حاجتين كمان. الكوميونيكيشن. سوري الصوت راح فانا ما سمعتش انت قلت ايه، ممكن تقول تاني؟ الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن، وده بالنسبه مش للناس كلها، ده بالنسبه للي منكم ناوي يكمل في الاتجاه ده، يعني اللي منكم عنده هوايه ان هو يبتدي يكتب حاجات ادبيه، فبالتالي هو لازم يبقى عنده النولج دي عشان يعرف يعمل الكوميونيكيشن بالطريقه الصح. انا اعرف واحد متخرج من عندنا في تخطيط كتب 4 روايات لغايه دلوقتي وساب الهندسه اصلا، ودلوقتي شغال قاعد في معرض الكتاب عامل ندوات طول الوقت. فبالتالي لو حد فيكم انترستد ان هو يبتدي يتكلم في حاجه زي كده يتكلم عليها بيز على معرفه. اخر حاجه بقى في الموضوع هي فكره او اخر هدف، قول النقد. دي نقطه مهمه جدا، ان انت تبتدي في الكريتيكال ثينكينج بقى تبتدي تعرف ايه هي الاليمنتس، وبالتالي لما في حاجه تبقى فيها حاجه مش مظبوطه في القصه فتبقى عارف تبوينت اوت. يعني زي ما كنا بنتكلم هنا لو احنا شلنا الثلاث صور دول فبقى في بلوت هول، انت دلوقتي بقيت عارف اسمه، بقيت عارف انه ده مشكله. الفكره بس ان احنا بنتكلم هنا على الجنرال وفي اكسبشنز كتير جدا، يعني زي ما اتفقنا ان الكلايماكس ممكن بعد ما الاحداث تنزل ترجع تطلع تاني في كلايماكس اعلى، او ان في كذا بلوت لاين، او ان في بلوت تويست، فبالتالي احنا او ان القصه تتحكي بالمقلوب. فبالتالي احنا برضو لازم نبقى اوبن مايند شويه في النقد، ان احنا مش اي حاجه ما بتمشيش على البيزكس دي تبقى وحشه، لان في كرياتيفيتي عاليه جدا في كرييشن الايدياز، لازم طبعا الحاجات الاساسيه تبقى موجوده بس لازم نبقى متقبلين فكره الفاريشنز اللي هتحصل. ايه كمان؟ طيب في حاجه بس انا عايزه اضيفها عن الموضوع ده، فكرة ان انت قبل المحاضرة دي كان ممكن تبقى متخيل ان ايه يعني حد يكتب رواية، هل هي محتاجة كل الالمز دي تكون موجودة ولازم ابقى فاهم الفرق ما بين الكاركترز اللي هي البروتاجونست وانتاجونست، وان في ستاتيك ودايناميك وفي فلات وراوند، ايه الكلام الفاضي ده؟ انت بالنسبة لك زمان الكلام ده كله ما كانش له اساس او ما كانش له نظريات او علم بيتبع علم معين، فبالنسبة لك انت زيها زي اي حاجة تانية مش هندسة تبقى عبيطة وسهلة ومش محتاجة مذاكرة وتعليم. للأسف عندنا في الكلية مثلا طلبة العمارة دايما بيتهموا الاتهام ده، ان انت بتعمل ايه بقى، بتقعد ترسم،
بس فعليا هو ما بيقعدش يرسم ولا حاجه، هو بيتابع برضو كومبوننتس كتير لازم ياخد بالها منها وبعض، فبالتالي ده بيديك شويه فهم للاخر ان هو ازاي، مش شرط ان هو من وجهه نظرك ان الموضوع سهل ان هو يبقى فعلا سهل وان هو مش بيتبع نظريات زي كده. اوكي حد تاني عنده اي حاجه؟ مفيش حد عنده سؤال فعلا؟ انا بتحايل عليكم تتكلموا. اوكي خلاص بينكم على مفيش حد فيكم بيتكلم، ممكن نقلب على اللي بعدها. اللي بعدها بقى المفروض انها ده شيري اون توب، المفروض انها حاجه بتربط لك في الاخر كل اللي انت درسته مع بعض، ازاي ان انت المفروض تعمل كوميونيكيشن افكتيفلي. الكوميونيكيشن ده ريتن واورال وفيجوال. طبعا الريتن كان المفروض ان احنا هناخد الاساينمنت بتاع الارجمنت، بس عشان خاطر العدد الكبير قررنا ان احنا نغير الاساينمنت. الاورال اللي احنا الدسكشنز اللي نعملها طول الوقت، واخر حاجه هي الفيجوال، والفيجوال ده انت محتاج تتعلمه عشان زي ما اتفقنا ان انت كمهندس عندك هارد فاكتس، كنت محتاج الماده دي عشان تعرف تيمباثايز مع الاخر، تعرف تفهم مستوى تفكيره ايه عشان تعرف تتكلم معاه. يبقى عندك شويه تولز للارجمنتس والكوميونيكيشن عامه. واحده من التولز المهمه اللي هناخدها النهارده هي فكره ازاي ان انت تحط الهارد فاكتس دي مع الفيجواليزيشن ومع الارت وتطلع رساله. الرساله دي واضحه لناس كتير، واضحه ليك والمهندسين والناس اللي اقل كمان في المستوى العلمي او مستوى النولج. مبدئيا كده لو احنا بصينا على الانفوجرافيكس عامه اللي هي الشيء ده، قبل ما ندخل في تفاصيلها تعالى اسالك سؤال. لو انت عندك فايل اكسل شيت فيه سيلز كتير قوي وكل سيل فيها رقم، الارقام دي كلها بالنسبه لك ارقام مفرطه جدا، فانت مش قادر تلاقي بينهم اي ترند، مش عارف تلاقي اي ريليشن ما بين سيل والتانيه، هي كلها ارقام. فانت نفسك عشان انت تفهم الارقام اللي طالعه بتعمل ايه؟ بتختار جراف يا اما او تشارت، بتختار بار تشارت او باي تشارت او سكاتر جرام. او سكاتر جرام او هيستوجرام او whatever نوع التشارت اللي انت هتستخدمه علشان خاطر انت نفسك تفهم الداتا. لما تلاقي البار تشارت ماشي في اتجاه معين تعرف ان الداتا دي بتتزايد او بتتصارع او بتتناقص، فانت نفسك محتاج الفيجواليزيشن ده عشان انت تفهم الداتا بتاعتك. فبالتالي انت محتاج تفهم الفيجواليزيشن ده بتعمل ازاي علشان خاطر تعرف تتواصل بيه بينك وبين نفسك وبين الاخرين المهندسين وبين الناس اللي هي حتى مش مهندسين. لازم يتعمل بطريقه تبين الباترنز والترندز والاتجاهات بتاعه الارقام، ما تبقاش ارقام وخلاص، ما يبقاش تكست وخلاص. فانا محتاجه معلومه مفيده تطلع من الكلام ده. المعلومه المفيده دي تطلع عن طريق ان انا هستخدم الانفورميشن اللي عندي واعملها فيجواليزيشن. الفيجواليزيشن ده ممكن يبقى فيجواليزيشن على اساس ان انا عندي جرافس، ممكن يبقى تايم لاين، ممكن يبقى ماب، ممكن يبقى اي حاجه. اهم حاجه ان انا في الاخر اقدر ابسط الموضوع واخلي الموضوع اوضح للناس كلها انها تقدر تشوفه. احسن ليك انت كمان ان انت تعرف تقرا الداتا، مش متبقاش مجرد ارقام في سيلز وخلاص. كلمه انفوجرافيك مقسومه نصين، انفو انفورميشن اللي هي الكونتنت والنوليدج والنمبرز والفاكتس اللي انت بتدرسها، وجرافيكس اللي هي الحاجات الفيجوال زي الكالرز والفونتس والشيبس والايكونز. المحاضره النهارده هتتقسم ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني ايه هي الكونتنت اللي بيتحط فيه الانفوجرافيكس وممكن يتقسم ازاي في الانواع الانفوجرافيكس المختلفه. الجزء الثاني عن الجرافيكس نفسها، تختار الالوان ازاي والشيبس ازاي وكده. واخر جزء هيتكلم عن الاخطاء اللي ما ينفعش تعملها في الانفوجرافيكس. سريعا برضو لان انتم المفروض شفتوا الفيديو، لو احنا بنتكلم على انواع الانفوجرافيكس، في انفوجرافيكس بتبقى معلومات معينه او الانفورميشن اللي عندك ممكن تتوقع على خريطه. الخريطه دي ممكن تبقى خريطه العالم، ممكن تبقى خريطه مصر الجديده، ممكن تبقى خريطه شارعكم. فبالتالي لو انا عندي معلومات معينه ممكن تحط على خريطه بستخدم ما يسمى بالجيوغرافيك انفوجرافيك، وهكذا. في حاجات زيها اسمها تايم لاين، حاجات اسمها هيراركي، حاجات اسمها كاتيجوريز. تعالوا نبص على الاكزامبلز ديها سريعا. اول نوع التايم لاين هو عباره عن خط، الخط ده اللي هو الكيرف ده او الخط المستقيم.
دكتور الصوت فصل. ايوه عرفت الصوت فصل عشان اولادي فاتحين ستريمينج فانا خليتهم يقفلوا الستريمينج عشان واخدين النت كلها. معلش ثانيه واحده هزعلهم تاني واجيلكم. اوكي المفروض دلوقتي الانترنت تكون احسن بكثير. طيب دلوقتي لو احنا بنتكلم على التايم لاين لازم التايم لاين يكون سيمبل از بوسبل. مش هنقعد نتفلسف ونقول ان التايم عمره ما كان لاين وان دايما ان في سبايرال بوينتس والتايم بيلف على بعضه والحاجات دي كلها. لا التايم لاين لازم يبقى خط من بدايه للنهايه وعليه نقط انترفلز. الانترفلز دي بتبين انفورميشن معينه حصلت اوفر تايم. ده نفس اللاين اللي احنا استخدمناه في المحاضره مثلا بتاعه الانشنت تايمز والميدل ايجز والرينيسانس وكده نفس الشكل ده لان ده من ابسط الاشكال. ما ينفعش بقى ان انت تعمله حلزون بيلف حوالين بعضه. ما ينفعش ان انت تعمله دايره. فبالتالي تايم لاين بيبقى فيه بدايه وفيه نهايه وبعض الانفورميشن متوقعه على اللاين ده. نيجي بعد كده للهيراركي. هي اي معلومات فيها هيراركي فيها كبير وصغير والصغير بيعتمد على الكبير. يعني عندنا بيز وبيز دي فوقيها حاجه فوقيها حاجه فوقيها حاجه زي مثلا الهرم بتاع الهيومن نيدز. البني ادم محتاج ياكل ويشرب وينام دي بيزك نيدز. بعد كده محتاج السيفتي وبعد السيفتي بيبقى محتاج الحب والبلونجينج لاف اند بلونجينج وفي الاخر خالص بيوصل للسيلف اكتشواليزيشن او تحقيق الذات. ما ينفعش يحقق واحده قبل ما يحقق اللي تحتها. عمره ما هيحس بالسيفتي طول ما هو مش لاقي ياكل. عمره ما هيحس باللاف والبلونجينج طول ما هو مش حاسس بالسيفتي وهكذا. النوع اللي بعد كده هو البوليت بوينتس وده من اسوء الانواع بتاعه الانفوجرافيكس. ليه؟ لان النوع ده ما فيهوش اي جرافيكس هو عباره عن كلمات. بدل ما احطها كلمات في ورقه بيضه بحط جنبها ايكونز وخلاص. فده النوع ده مش جرافيك قوي مش جرافيكال ما فيهوش شورتس ما فيهوش حاجه. فبحاول ادور على اي طريقه تانية مختلفه ان انا اعرض بيها الانفورميشن غير ان انا احطها في بوليت بوينتس. النوع اللي بعد كده الجيوغرافيك بيبقى على ماب. ده مثلا خريطه بتوضح الستات اللي بيشتغلوا في مجلس اداره الشركات الكبرى في بلاد المختلفه وعاملهم ان مثلا هنا في الريجن دي لونها كذا عشان هي 29% هنا 28% وهكذا. ممكن الخريطه دي تبقى خريطه مصر ممكن تبقى بتتكلم عن معلومات تانية خالص مثلا زي مثلا نسب المياه الجوفيه في الصحراء الغربيه. فدي خريطه وهتلاقي اماكن مختلفه وهتلاقي الصحراء الغربيه متقسمه لزونز بيز على لترات المياه الجوفيه او عمق المياه الجوفيه. اي حاجه ممكن تتحط على خريطه هينفع انها تتعمل بالانفوجرافيك ده. انا كمعماريه والناس اللي هي بتاعه التخطيط العمراني والجيوغرافرز والناس اللي هي بتاعه الاربن ديزاين واللاندسكيب بيستخدموا ده اكتر حاجه ممكنه. مش شرط بقيه الناس تاني ينفع تستخدمه لان اغلب الناس اللي بتستخدمه الناس اللي هي بتعمل دراسات ليها علاقه بعلم الاجتماع كمان عشان التعداد السكاني وهكذا. النوع بقى اللي المهندسين بيستخدموه اكتر اللي هو خصوصا المهندسين بتوع البرودكت ديزاين بيبقوا الاناتوميكال عباره عن منتج والسبيكس بتاعته بتبقى مكتوبه على المنتج بطريقه تشريحيه لان انا بشرح المنتج لاجزاء وكل جزء بكتب عليه المكونات بتاعته او السبيكس بتاعته. بيستخدم في الكتالوجات لما بتشتري منتج جديد بتلاقي المنتج نفسه معمول كده في الكتالوج وهيحطط لك ان ده الهندل الفلاني ده مش عارف ايه عشان خاطر بعد كده في طريقه الاستخدام يقول لك يوز هندل رقم كذا في الحاجه الفلانيه. الحاجه اللي بعد كده اللي احنا دايما بنستخدم فيها ده هو الماركتنج. لو انت بتشتري عربيه مثلا وتلاقي حاطط العربيه في النص ومعمل لك هايلايت على السبيكس بتاعتها اللي تخليك لازم تشتري. فالاناتوميكال ده بيستخدم كتير قوي. بيستخدم في الماشينز بيستخدم في الاعلانات بيستخدم في الكتالوجات بيستخدم في المقارنات. انا بقارن تو برودكتس مع بعض مثلا برضو ممكن اقارن السبيكس عن طريق ان انا اعملها اناتومي بالشكل ده. النوع اللي بعد كده هو السنجل شارت بيبقى عباره عن انفوجرافيك بيدي معلومه واحده. هنا مثلا بيتكلم على اطول المباني في العالم. ممكن يبقى دياجرام تاني او شارت تاني بيتكلم مثلا على الميداليات اللي خدها كل فريق اولمبي مثلا في الاولمبيات او كل بلد محققه كام ميداليه او ان هو بيدي معلومه واحده مثلا عن معدلات وفيات الكورونا النهارده في مصر وايطاليا والصين ومش عارف ايه. فايه اللي بيحصل هنا ان انا بدي معلومه واحده في تشارت واحد. شكل التشارت ممكن يبقى شكله تشارت بار عادي او ان هو يبقى ارتستيك فيها حاجه لعب بان انا غيرت شكل البار لشكل المبنى. فبالتالي هو هنا الانفوجرافيك فيه سنجل تشارت واحد بس بيدي معلومه واحده. والجرافيكلي بقى انت ممكن تلعب فيه بحيث ان انت تدي اشكال مختلفه للبار ده او الباي تشارت وهكذا. ده طبعا مش دايما بينفع ان احنا نستخدمه ان احنا ندي معلومه فيها تشارت واحد. احنا غالبا بنستخدم الميكس تشارت
هو عبارة عن انفوجرافيك فيه charts كتير أنواع مختلفة، ممكن يبقى فيها جيوغرافيك، ممكن يبقى فيها بار، ممكن يبقى فيها باي كده. كل التشارتس دي هدفها انها توصل لك عدة معلومات عن الهيلث كير مثلا. هنا نفس الكلام، كوبي براينت بيحكي هنا على الانجازات بتاعته والشوتس اللي هو عملها والريكوردز اللي هو كسرها وهكذا. فهتلاقي ان هو لازم يبقى فيه كذا تشارت في نفس الانفوجرافيك، وده من الحاجات اللي احنا بنستعملها كتير قوي. اللي بعد كده هو الكومباريزن، ان انا بيبقى عندي دايما حاجه يمين وحاجه شمال او فوق وتحت، وبقارن ما بينهم بنفس الحاجه. يعني مثلا هنا 2008 2009 2010 نفس الكلام، هنا 2008 2009 2010 بقارن ما بينهم بحيث ان عينك تقدر تجيب على طول الفرق مثلا في 2009 عامل ازاي. هنا طبعا الجراف ده الدايجرام ده او الانفوجرافيك ده فيه كذا مشكله بالنسبه لي انا مبدئيا كده. هنا جزء ده واضح ان هم شبه بعض اقدر اقارنهم، هنا لا، هنا بيقارن بار بباي which is wrong، ما اقدرش اقارن ده بده، ده فيه معلومات وده فيه معلومات تانية مش مقارنين ببعض. الحاجة التانية فكرة ماشي ريد بوكس احمر، طب نتفليكس احمر برضو ليه استخدمه ازرق؟ بلس ليه حطت لي وي والريموت بتاع الوي؟ فانا عندي هنا confusion شوية ان ده it's not a good comparison بالنسبة لي visually حتى. في بعد كده نوع تاني ما بنستخدموش احنا كمهندسين، بيستخدموه الناس في الحكومة، اغلب الناس اللي هي بتتكلم على انجازاتها الفيجوالايز نمبرز. هو بيركز على الارقام مش بيركز على الكلام المكتوب، بيديك 1000 1500 15000 31. الارقام دي عباره عن ايه؟ عباره عن انجازات في فتره معينه. مثلا وزاره الصحه تقول لك احنا ادينا كام لقاح، وتلاقي رقم كبير، وهنا مش عارفه كام واحد عالجناه، مش عارفه في العنايه المركزه كام، مش عارفه مريض تعافى بعد مش عارفه قد ايه. هتلاقي ان دي كلها ارقام انجازات. هنا مثلا هيثرو بيقول لك ان احنا في السنه بيجي لك كام باسنجر، كام شنطه، كام فلايت، كام مش عارف ايه. فدايما الارقام دي بتبقى معبره عن انجازات مكان معين او شيء معين، واحنا نادرا ما بنستخدم كمهندسين ده لان ده ملوش اي معنى، ده عباره عن نمبرز وخلاص. انا بعمل لها فلاشين كده، نمبرز تبقى فلاشي عشان الناس تنبهر والناس تجيت امبرست. هنا ده بنستخدمه كتير، وده برضو مشاكله كتير قوي ان انت ممكن تعمله غلط او تعمله مش واضح زي ده مش مقري. اسمه الفلو تشارت او البروسيس انفوجرافيك. هي عباره عن الفلو تشارت زي ما بتدرسوها في اي ماده عندكم، فكره ان دايما الفلو تشارت بيبقى فيها يس اور نو، نو بتاخد اكشن، يس بتاخد اكشن تاني وهكذا. فهنا الانفوجرافيكس بيشرح البروسيس. هنا مثلا بيتكلم ازاي تعمل برزنتيشن، وبعدين جه في النص وفجاه حسيت ان السهم كده، وبعدين في لخبطه حصلت انا ما بقتش عارفه اقفله السهم رايح فين. فمشكله ده انه ساعات بيتعمل غلط، الاسهم ما بتبقاش مظبوطه، بيتوه. هو لو هتعمل بروسيس لازم تعملها صح بطريقه واضحه كده. في نوع بقى بيستخدم في المجلات، المجلات اللي هي مجلات التلفزيون اللي هي اللي فيها افلام، المجلات اللي فيها ازياء، المجلات بقى اللي انت بتبقى قاعد في اي عياده بتلاقيها على الترابيزه، بيبقى اسمه الفوتوجرافيك. هي بيجيب صوره والصوره دي بيكتب عليها الارقام والاسامي اللي هو عايزها. ممكن يجيب مثلا لمسلسل معين، يجيب الغلاف بتاع المسلسل ويكتب معلومات عن المسلسل واجور الفنانين المختلفه عليه. ممكن يكون جايب مثلا شخصيات، مثلا دول واقفين بارتفاعات مختلفه عشان دول بيمثلوا البار تشارت نفسه، وكل سنه منهم كاتب فيها الشرح بتاعها. ده ما بيتعملش في الهندسه، ده دايما بيتعمل في الحاجات اللي هي الميديا زي المجلات، الحاجات بتاعه الجنرال بابليك، يعني المعلومات اللي هي بوبولار كلتشر. كمان لو احنا استخدمناه عندنا في العماره بيبقى بنحط المبنى كصوره ليه، واجهه ليه، وبنكتب معلومات عن المبنى، بس نادرا ما بيستخدم حاجه زي كده. اخر نوع بقى، النوع المهم جدا ان انتوا كلكم لازم تعرفوه، فكره تكتب السي في بتاعك ازاي بطريقه فيجوالايز، اسمها الفيجوال ريزومي. ازاي ان انت تكتب السكيلز بتاعتك، الخبره بتاعتك، الادكيشن بتاعك، التولز، اللغه بتاعتك والاجاده بتاعت اللغه في طريقه فيجوالايز زي الانفوجرافيك. هنا انت بتتكلم عن الاكسبيرينس والسكيل بتاعتك بطريقه تشارت بالطريقه دي. هنا برضو إجادة اللغة، كل ما اللون زاد كل ما بقت الإجادة بتاعتك أعلى. هنا البوليت بوينتس وهكذا. اللي انت عملته هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن انت عملت visualization to your own information، بحيث ان انت لما تقدم ده في مكان تاني يبتدي يبص على الابيليتيز بتاعتك في visualization، يبتدي يقول ان انت بني ادم ممكن يكون عندك فكر لطيف وكويس ممكن نستفيد منك، وده بيديك edge في المنافسة ما بينك وبين الآخرين في الشركات. مصطفى اتفضل. دكتور، طب ما هو في سوفت ويرز بتعمل تمبلت لكل الحاجات دي، يبقى التمبلت الجاهز انا بس بحط الفراغات اللي بكتب اللي انا عايزه.
هي مش بس سوفت وير على كل الويب سايت بتاعت الستوك ايمجز زي الويب سايت اللي هي شاتر ستوك واحد تاني اسمه فري بيك، مش بس تمبلتس للفيجوال ريزمي، بيبقى كمان في تمبلتس للانفوجرافيكس وهنتكلم عليها في الجزء بتاع الجرافيكس. تمام كده؟ اوكي. احنا كده خلصنا الجزء بتاع الانفورميشن اللي بتتحط. الانفورميشن ممكن تبقى تشارت، ممكن تبقى سنجل تشارت، ممكن يبقى ميكس تشارت كده، ممكن يبقى كده، ممكن يبقى جيوغرافيك، ممكن يبقى اناتوميكال، ايا كان نوع المعلومه اللي عندك ليها الطريقه المناسبه للعرض بتاعها. صعب جدا ان انت تيجي تجيب معلومات جيوغرافيك وتقوم حاططها في اناتوميكال، او ان انت تجيب معلومات سنجل تشارت تقوم عاملها ميكس تشارت وهكذا. لازم كل نوع من انواع الداتا يكون له نوع مناسب من انواع الانفوجرافيكس. طيب عشان نقرا الانفوجرافيك بقى بمعنى ان احنا فيجوالي يبقى ابيلينج، محتاج تفهم شويه حاجات عن الجرافيكس، الالوان، الاشكال، الشيبس، الايكونز، وكل الحاجات دي بتستخدم ازاي او بنعمل بيها ايه. لو بصينا مثلا على الجرافيكس، انت عندك كولرز وشيبس وسايزز مختلفه، دبث، حاجات في الفور جراوند وفي الباك جراوند، البليسمنت بتاعت الاشكال جنب بعض، مزين في بعض، بعاد عن بعض، التكستشر بتاعها، كل الحاجات دي هتاثر في اللي بيقرا الانفوجرافيك بتاعك. انا بتكلم بسرعه جدا ومش بالتفصيل لان التفاصيل كلها بالاكزامبلز بالتفصيل الممل موجوده في اليوتيوب. انا بتكلم بسرعه على اساس ان القاعدين دلوقتي هم اوريدي شافوا المحاضره قبل كده، فده مجرد بس سامري. بنتكلم على دائره الالوان. دائره الالوان، الالوان دي بتاعت البينتس مش بتاعت البرينتر ومش بتاعت الاضاءه. البرايمري كولرز بتاعت الدهانات، الدهانات او البينتس والالوان الجواش والحاجات دي كلها. لو حطيت اليلو على البلو هيديك جرين، لو حطيت البلو على الريد هيديك فايلت، لو حطيت الريد على اليلو هيديك اورنج. فدي دايره الالوان الاساسيه بتاعت البينتس. بتاعت البرينتر هتلاقيها مختلفه، بتاعت الاضاءه هتلاقيها مختلفه. خلاص. ففي البينتس لو انا عملت ميكسنج ما بين كل لونين من دول هيطلع لي لون تالت، ودي اسمها السكندري كولرز. السكندري كولرز دي مش كفايه هي والبرايمري، انا اختار منها كل الالوان اللي انا هشتغل بيها في الريسيرش بتاعي. فهتلاقي ان احنا بنعمل كمان ميكسنج ما بين البرايمري كل لون اللي جنبه يطلع لنا تيرتري كولرز اللي هي في الاخر الريد والفايلت، طلع لنا ريد فايلت، الفايلت والبلو طلع لنا بلو فايلت وهكذا. دي اسمها الكولر ويل او دايره الالوان. دايره الالوان عباره عن برايمري كولرز الازرق والاحمر والاصفر، بنميكس ده مع بعض يديك السكندري كولرز اللي هم الجرين والاورنج والفايلت، والميكس كمان ما بينهم من بعض كل اثنين جنب بعض يطلعوا لنا واحد في النص ما بينهم. الالوان دي برضو مش كفايه. ليه؟ لان هي كلها مختلفه فيما يسمى بالهيو، كل واحده ليها هيو. الهيو ده اصفر، الهيو ده اخضر، الهيو ده ازرق. بس الفكره كلها في ايه؟ ان انا دلوقتي عندي درجات مختلفه من الاصفر وعندي درجات مختلفه من الاخضر. لو جبت الاصفر ده ورحت مزود الابيض فخليته فاتح، ده معناه ان انا قللت الساتوريشن بتاعه، هو ساتوريتد هنا بدرجه معينه اللون، وانا قعدت افتح في اللون احط عليه ابيض فقللت الساتوريشن بتاعه فجبت درجات فتحه. او العكس، ان انا بدل ما احط عليه ابيض حطيت عليه رمادي فغمقته فهيطلع لي الالوان دي. هنا ده اللون الهيو اللي هو الاحمر والاصفر والاخضر والازرق الاساسيين. كل ما انزل لجوه الدايره انا كده بزود الدرجه البيضاء اللون الابيض فباخد درجات افتح، فانا كده بقلل الساتوريشن بتاع اللون. هنا كل ما بطلع وانا بقلل الابيض بزود الساتوريشن لغايه ما بوصل للهيو بتاعي. لو انا اللون ده عايز اغمقه ببتدي احط عليه اسود او جراي. الاسود والجراي ده بيخلي هنا اللون له شيدز مختلفه اغمق، يعني هنا الاحمر احمر، كل ما تزود ابيض يوصل للبينك لان ده كده الساتوريشن بتاعه. مفيش لون هيو اسمه بينك، هو الهيو احمر. كل ما بتزود الساتوريشن او تقلل الساتوريشن بتزود اللون الابيض بيقلب بينك. الاحمر ده لو زودت الشيد بتاعه او زودت الرمادي جواه يقلب نيليتي. نفس الكلام الازرق بيقلب لبني لما بتزود عليه ابيض، او بيقلب كحلي لما بتزود عليه اسود. فاللي بيحصل هنا ايه؟ هنا اللون اسم اللون نفسه اصفر او اخضر او احمر ده اسمه هيو. الساتوريشن بتاعه هي نسبه الابيض اللي جواه. كل ما زود ابيض كل ما الساتوريشن بيقل، بخففه يعني. عارفين زي الشاي بلبن كده، كل ما تحط لبن كتير اكتر كل ما الشاي يفتح والشاي بيبقى اخف فالساتوريشن بتاع الشاي بيقل. نفس الكلام هنا العكس، ان انا عندي شاي بلبن وعمال ازود شاي اللي هو الغامق فالشيد بتاع الشاي بلبن بيغمق، فده اسمه هيو. وفي الاتجاه ده شيدز وفي الاتجاه ده اسمه ساتوريشن. فانا بقى اختار من الويل دي ازاي الوان كتير قوي كده؟ بالنسبه لي في طرق كتير لاختيار الالوان. نظريات بيقول لك انت ممكن تختار اللونين قدام بعض اسمهم كومبلمنتري او كونترست، دي الالوان اللي عكس بعض.
ضد بعض قصاد بعض، بتستخدمهم لما بتعبر عن حاجات عكس بعض، زي الرسمة بتاعت بيكاسو اللي كان راسم فيها البنت وشها لونه أصفر واللي في المراية لونه موف، عشان يبين قد إيه هما الاثنين عكس بعض. في ألوان تانية اللي هي طريقة تانية في اختيار الألوان، أنت تختار ألوان جنب بعض، ودي ليها اسمين برضو، دي اسمها analogous color أو harmonious color. الهارموني هي فكرة أنت تختار الألوان جنب بعض. الهارموني أنت تختار مثلا الأخضر والأزرق والموف، أو تختار الأورنج والأصفر والأخضر والأخضر الغامق والأزرق. في طريقة تانية أن أنت تختار الترايدك، دي عبارة عن إيه؟ أن أنت بتختار لون تسيب ثلاثة، تختار لون وتسيب ثلاثة، تختار لون وتسيب ثلاثة، فبتختار ثلاث ألوان قصاد بعض في الدائرة زيها المربع أو المستطيل، لون اثنين لون اثنين لون اثنين، هنا لون واحد لون ثلاثة لون واحد لون ثلاثة. في هنا بقى السليت كومبليمنتري عبارة عن ايه؟ زي الكومبليمنتري بالظبط، بدل ما بختار اللون واللي قصاده، لا بختار اللون وباجي على القصاد واخد الاثنين اللي جنبه، فدي اسمها سليت كومبليمنتري. دي كلها طرق لاختيار الالوان. طيب اختار انهي اساس، انهي الوان انالوجس ولا ترايليك ولا كومبليمنتري ولا سبليت كومبليمنتري، بيزد على ايه؟ ده بيبقى بيزد على التوبيك نفسه. في بعض التوبكس محتاجه ان انا اجيب حاجات عكس بعض، في بعض التوبكس محتاجه اختار وورم كولرز، في بعض التوبكس محتاجه اختار كول كولرز. يعني مثلا انا بعمل توبيك مثلا عن الخريف والصيف والشتاء والربيع، هتلاقيني بختار دايما الالوان اللي هي الشتاء هتلاقي دايما بختار الازرقات، خلاص الصيف هتلاقيني بختار الموفات مع الاحمر، الربيع هتلاقيني بختار الاورنج مع الاصفر، الخريف قصدي الاورنج والاصفر عشان ده لون الشجر ساعتها، والربيع هيبقى دايما الاخضر. ليه؟ لان انا دايما هتلاقي ان انا بختار الالوان اللي شبه بعض اللي ممكن تبقى قريبه من احساسك بالسيزن. لو انت بتتكلم على حاجات عكس بعض هتختار حاجات قصاد بعض في الويل وهكذا. طب افرض ان انا عايز اختار لون واحد بس بدرجاته، ان انا هختار مثلا لون واحد بساتوريشنز مختلفة او بشيدز مختلفة، ده اسمه مونوكروماتيك سكيم، ان انا بختار لون واحد بالدرجات بتاعته كلها، هنا ساتوريشنز مختلفة، ده هنا اللون وعمال افتح بنزل بزود ابيض، فممكن اخد اللون وافتحه لغاية ما ياخد كل الدرجات دي. طيب افرض ان انا عايز اعمل درجات مختلفة من الوان مختلفة، يعني عايز اخد لونين من هنا ولونين من هنا ولونين من هنا، اخد انهي درجات؟ ساعتها بنتبع الطريقه دي، ان انا بيبقى عندي الكالر ويل اهي، بختار لون مثلا، بختار فارينج شيد من الاصفر اللي هم هختار الثلاثه دول، وبعدين هنط ثلاث نطات 3 سبيسز 1 2 3 واجي على اللون ده واختار اثنين تانيين من الشيد ده، وده اسمه الاكسنت كالر اللي هو اللون اللي بيطعم اللون الاساسي. انا هنا اخترت الاورنج والاحمر والاخضر والازرق بالمنظر ده بيز على ايه؟ انا هنا اخترت لون ونطيت لون وخدت اللون اللي بعده ونطيت لون خدت اللون اللي بعده ونطيت لون خدت اللون اللي بعده. وليه اخترت ده بالمنظر ده؟ علشان خاطر Literature and Art كماده فيها توبكس كتير ومتنوعه، فاخترت لها كل الالوان. في مواد تانية ما اخترتلهاش كل الالوان، في مواد تانية اخترت السكيم ده مثلا في الماده دي من الاورنج للاخضر، عشان المادة دي بتتكلم على تأثير الانفايرمنت على الإنسان، ففي حاجات نيجاتيف تأثيرات نيجاتيف خدت اللون الأورنج، وفي حاجات بوزيتيف خدت اللون الأخضر، وكل المحاضرات كده السكيم ده ما فيهوش بقى أحمر، ما فيهوش اللي هو الألوان بتاعة Literature and Art غير الألوان بتاعة Literature and Art. في المقابل في مادة تانية بتكلم فيها على two topics اللي هو الكريتيسيزم والإيفالويشن، الاتنين شبه بعض جدا وقريبين من بعض، ما كانش ينفع أختار لهم ألوان contrasting، فاخترت لهم الوان complementary، قصدي الوان اللي هي analogous او harmony اللي هي الالوان اللي جنب بعض، يعني اخترت لها الالوان اللي هما الازرقات والاخضرات والاصفر كaccentuation، فهتلاقيني ان انا خدت الدرجات دي كده وحطتها في المادة دي، بحيث ان انا دايما عندي الازرق والاخضر والاصفر بس كaccentuation في الاخر، اي حاجة فيها evaluation مكتوبة بالاخضر، اي حاجة فيها criticism مكتوبة بالازرق، والaccentuation هو الاصفر اللي هو الحاجة اللي بأكد عليها، وده السكيم بتاع الالوان بتاع المادة دي. في كل مادة حسب انا محتاجه ايه في الماده، يعني انا في Literature and Art محتاجه توبكس كتير، زي بالظبط ما حصل في المحاضره العشرة الثيمز بتاع او الكومبوننتس بتاعه الليتشر، فابتديت جبت عندي سيتنجز وعندي كاركترز وعندي مش عارف ايه، فكلها كانت الوان مختلفه ففادتني البالتة هنا. المحاضرات الثانيه اللي فيها حاجات عكس بعض استخدمت لها احمر واخضر او اورنج واخضر، وهنا استخدمت عشان زي بعض استخدمت الازرقات مع الاخضرات.
الالوان دي انت مش لازم تتعب نفسك وتدور عليها، هي اوريدي موجوده اونلاين باليتات جاهزه كلر سكيمز بتبقى متاخده من الطبيعه، وممكن تختار منها يعني لو هم 1 2 3 4 5 6 انت ممكن تختار 3 اللي جنب بعض هنا او الثلاثه اللي في النص او الثلاثه اللي جنب بعض هنا. الهدف من الموضوع ده ان هو يسهل لك اختيار الالوان اللي بتليق على بعض، انت تختارها طبعا بيزد على التوبيك بتاعك، وبشرط واحد ان انت ما تزيدش عن اكتر من 5 الوان. السؤال ده جيت السنه اللي فاتت في الام سي كيو، شرط ان انت ما ينفعش الغلطه اللي تغلطها ان انت تاخد اكتر من 5 الوان في الانفوجرافيك، ماكسيمم 5 الوان، الاوبتيم هو 3 الوان. ليه الاوبتيم 3 الوان؟ لان في قاعده بتقول ان الالوان تتوزع بنسبه 60 30 10. عندي نوع لون رئيسي اللون ده هو ال 60، عندي لون ثانوي اللي هو 30%، وعندي لون 10% بيأكسنتويت بس او بيأكد على شويه حاجات زي بالظبط في التعريف اللي فوق. وكل التعريفات بتاعت الماده ال 60% هي الازرق الغامق، ال 30% هي التايتل بتاع التعريف، وال 10% هي الحاجات اللي انا باكد عليها الاكسنتويشن اللي هو التعريف. نفس الكلام هنا، هتلاقي ان انا ليه هنا في الانفوجرافيكس اخترت الازرق والاخضر ما اخترتش مثلا الازرق والاحمر. اخترت الازرق والاخضر لان هما الاثنين لونين قريبين من بعض، لان احنا بنتكلم على توبيك واحد انفوجرافيكس والاثنين مرتبطين ببعض، ما اخترتش لونين عكس بعض. هتلاقيني دايما في كل المحاضرات بعمل كده، هتلاقيني انا دايما بختار الالوان بيز على السلايد، السلايد ده حاجات عكس بعض فهختار مثلا الاحمر مع الاخضر، لو هي حاجات متماشيه مع بعض هختار الاخضر مع الازرق وهكذا. يجي اللي بعد كده الايكونز. فكره الايكونز انت لازم تختار الايكونز بطريقه كونسيستنت، الايكونز كلها تبقى شبه بعض بنفس الفاميلي، ما يبقاش واحد مثلا فيه ديتيلز زياده، واحد فيه ديتيلز شويه، واحد من غير ملامح، واحد بملامح. لا، هنا زي بالظبط الموزه دي اصفر اصفر اصفر، لو جبت مره حطيت الموزه لونها اخضر ده معناه ان هي موزه مختلفه عن الاثنين اللي فوق، وده مش صح. فلازم تثبت الايكونز بتاعت نفس الاليمنت، وان الايكونز كلها في المكان تكون ثابته او انها نفس الفاميلي. زي اللي احنا عملناه هنا فوق، لو بصيت هتلاقي ان الايكونز دي كلها تحسها نفس الفاميلي. الايكونز دي برضو اللي شاف الفيديو عارف ان انا اللي عاملاها، انا اللي حاطه الشيبس دي جنب بعض وفوق بعض وبالالوان دي وبالسايزز دي. فبالتالي الاختيار بتاع الكالرز والشيبس كان بيز على انا عايزه اخليهم كلهم ليهم نفس الميه او ليهم نفس الاحساس. الحاجه اللي بعد كده الكالر سكيم مهم جدا، ان انت لما تيجي مثلا هنا الاليمنتس دي لونها اخضر عشان بنتكلم على الجرافيكس اللي هي خضراء، نفس السلايد دي فوق لونها ازرق لان احنا بنتكلم على الانفو الانفورميشن الزرق. هنا السلايد دي الكلام الناحيه دي ناحيه انفو والايكونز اهي، الناحيه الثانيه لو نزلت على السلايد اللي بعدها هتلاقي اتعكست الجرافيكس هنا واللون بتاع الجرافيكس هنا. ايه اللي حصل؟ انا التزمت بالكالر سكيم، لان احنا لازم لو انت شغال بكالر سكيم مونوكروماتيك كده او انها درجات كلها كده لازم الايكونز تبقى نفس اللون. لو احنا بنتكلم على الوان مختلفه يبقى الايكونز برضو نفس اللون. لازم تاخد بالك بالفرق ما بين الفورمال والفن. فورمال لازم الاشكال نفسها تبقى محترمه، وازاي ان في الفن ممكن تستخدم اي نوع من انواع الايكونز. النقطه اللي بعد كده الفونتس، ازاي ان نفس الفونت نفس التكست تكتب فونتس مختلفه يديك فيلينجز مختلفه، ده لاف ليتر ده جواب تهديد. وازاي برضو ان الفونتس دي في فونتس ادمت خلاص ما بلاش نستخدمها زي التاهوما وزي كوميك سانز والحاجات اللي هي كانت بتستخدم زمان قوي في البرزنتيشنز بطلوا يستخدموها، والجرافيك ديزاينرز دلوقتي بقى بينصحوا ب ميكس ابروتش للفونتس. كل ما ينفعش تميكس اكتر من تو فونتس، يعني انت عندك حاجه تايتل وحاجه سب تايتل هي دايما بتبقى التو فونتس دول، ما ينفعش تحط فونتس ثالثه ورابعه في نفس الانفوجرافيك. الفكره ان انت ممكن تدخل اونلاين وتلاقيهم موجودين افيلبل، في حاجات بتبقى ماشيه مثلا مع التوبكس اللي هي الساينتفك زي مثلا ده او كولابوريت او حتى ده اللوبستر مثلا، ده بيبقى حاجات في الفون اكتر او في المينيوز بتاعه المحلات وهكذا. فبالتالي كل فونت من ده انت بتستخدمه بيزد على الاستخدام بتاع الانفوجرافيك، هل هيبقى منيو، هل هيبقى حاجه اوفيشال ساينتفك ولا لا. بالنسبه للتمبلتس بقى، التمبلتس كلها ليها نفس الاجزاء، انا عندي هيدر وبادي وفوتر. الهيدر بيبقى فيه التايتل بتاع الانفوجرافيك، البادي فيه الدياجرامز بتاعتك والتشارتس، والفوتر في الاخر فيه السورس او الديزاينر. زي هنا ادي التايتل وادي البادي وادي في الاخر ميد باي فلان الفلاني. السايز بتاع التمبلت والحجم والشكل بتاعها والحاجات دي كلها موجوده اونلاين، مش بس في ابلكيشنز، لا ده انت كمان عندك تمبلتس جاهزه للان ديزاين او
عندك تمبلت جاهزه للان ديزاين او عندك اشكال بس وانت بتدخلها في الان ديزاين وتعمل لها التمبلت بتاعتك. الان ديزاين ده حاجه من ابلكيشنز الادوبي زي الفوتوشوب بس بيستخدم في عمل الانفوجرافيكس اكتر والحاجات اللي فيها تكست وبيستخدم في اللاي اوتنج بتاع الكتب والمجلات. الفكره كلها ان انت قبل ما تبتدي تختار التمبلت لازم تعرف المقاس اللي انت هتشتغل عليه. ليه؟ لان انا مثلا لو انا بعمل حاجه بوست للفيسبوك ممكن استخدم سايزز معينه للكفر فوتوز، لو هاخد نفس البوست واحطه مثلا على الانستغرام مش هينفع استخدم نفس السايز لان الانستغرام لازم تبقى مربعه. فانا لازم اعرف الميديا اللي انا هنشر فيها، ولو هنشر في كتاب هل هنشر في كتاب A4 ولا B5 ولا مقاسه عامل ازاي. فبالتالي لازم ابقى عارفه السايز بتاع الميديا اللي انا هعرض عليه. هل هو ويب سايت؟ فبالتالي الويب سايت هيديني فرصه ان انا اعمل سكرول داون، فبالتالي السكرول داون ده ممكن تعمل انفوجرافيك طويل جدا لتحت ولا لا انت محتاج ان انت تعمله مقاس معين. فبالتالي الابعاد بتاعته هتختلف جدا بيز على الميديا اللي انت هتعرضها. اخر حاجه في النقطه دي فكره التشارتس بقى، ان انت ازاي تختار الرايت تشارت لكل نوع من انواع الانفورميشن. واعتقد ان احنا كمهندسين المفروض عندنا شويه سنس ان احنا امتى نستخدم البار وامتى نستخدم الباي وامتى نستخدم الحاجات التانيه زي السكاتر بلوت مثلا او الحاجات اللي هي زي الستاكت بارز وهكذا. مش هندخل قوي في التفاصيل دي، احنا ممكن ندخل في تفاصيل وات نوت تو دو. يعني لما نيجي نتكلم في وات نوت تو دو ممكن نتكلم شويه عن الشارتس دي. بس في كل الاحوال انت لو انت عايز تعمل كومباريزن ما بين حاجات بتستخدم البار، لو انت عندك كومبوزيشن اوف 100% دايما بتستخدم الباي تشارت او الستاك بارز، لو انت بتعمل ريليشن شيب ما بين حاجتين غالبا بيبقى السكاتر بلوتس، لو انت عايز تشوف ديستريبيوشن بتاع حاجه غالبا برضو هيبقى اللاين او السكاتر بلوت وهكذا. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ ده فهم ولا زهق؟ لا لا تمام يا دكتور. تمام اوكي طيب ماشي. طيب تعالوا بقى نبص على ال what not to do. ايه الحاجات اللي تتعمل وايه الحاجات ما تتعملش جوه الانفوجرافيكس. اول حاجه ان انت لما تيجي تعمل البوليت بوينت او البوليت بوينت انفوجرافيكس بيبقى عندك مشكله في ان انت مش عارف تحط انفوجرافيك حاجه جرافيك اصلا غير ان انت بتحط البوليت بوينتس وجنبها ايكونز. ده مش اكسبتبل لان هو ما فيهوش فيجواليزيشن كافي. ما انت ممكن تعمل ده على ورقه A4 وخلاص. فبالتالي احنا هنا محتاجين نبتدي نجيت كرياتيف شويه في الحاجات اللي هي فيها كلمات بس من غير اي حاجه تانية. فمثلا الاكزامبل هنا ابتدى يغير بدل ما يعمل بوليت بوينتس لمكونات الريسبي ابتدى يحط مكونات الريسبي بطريقه ارتستيك فوق الطبق. هنا مثلا بيتكلم على تشيكن نودل رامن النودلز بيحط عليها ايه بترتيب معين بدل ما يحطها بوليت بوينت كريسبي. هو ابتدى يقول ان انا عملها بطريقه جرافيكال شويه. هنا مثلا المشكله هنا ان الدنيا مش بس زحمه، هي مش مقريه، مش معروف في اتجاه انا بادئه منين ولا بتكلم فين ولا رايحه فين. فممكن اتغاضى عن النقطه دي بان انا ابتدي اعمل ما يسمى بالاروز او الحاجات اللي الدايركشنال اللي بتديك دايركشن القرايه من هنا لهنا او من هنا لهنا زي كده. برضو بيقول لك دي البدايه تبدا من هنا، او ان انا ابتدي احط مربعات زي 1 و2 و3 و4 تقول لك ان انت دكتور الصوت بيقطع جامد. الخطوة الثالثة الغلطة اللي بعد كده الغلطة. طيب الباي شورت مثلا الباي شورت دكتور في لاج كثير في الصوت. دكتور الصوت في لاج جامد قوي في تقطيع.
وكده يا دكتور الصوت قطع خالص. هو في صوت ما فيش. طيب سامعني كده دلوقتي؟ ايه كده تمام يا دكتور. تمام اوكي. كنت بسأل قبل ما نقفل الصوت ايه المشكلة في الباي تشارت ده؟ حد هيقول ولا اقول انا وخلاص؟ سامعيني طيب؟ سامع حضرتك. طيب دلوقتي الباي لازم يكون مجموعهم 100%، لان انت بتتكلم على 100% مثلا من العمال او الموظفين، كم في المية منهم بيقبض كذا، كم في المية منهم بيقبض كذا، كم في المية منهم بيقبض كذا، لغاية ما المجموع بتاعهم يوصل 100%. لو انت عندك معلومات متفرطة ما بتكونش 100%، ما ينفعش تحطها في باي. فهنا مثلا الانفوجرافيك ده غلط في حاجة، ان هو ابتدى يحط 73 و69 و46 مجموعهم مش 100%، حطوهم في باي، ابتدى يقارن ما بينهم اكنهم جزء من الكل، بس هما في الحقيقة مش جزء من كل ولا حاجة. هما بدل ما يتحطوا في باي بالمنظر ده، كان المفروض يتحطوا بار يقارن بين حاجات مختلفة كده. الحاجة التانية في اختيار الشارت برضو حاجة مهمة جدا، اسمها اختيار الأرقام اللي أنت هتحطها في الشارت ده، هل هي absolute numbers ولا هي relative numbers؟ يعني مثلا الكورونا، وفيات الكورونا، هل مثلا تكلم تقارن ما بين وفيات الكورونا مثلا في مصر وفي إيطاليا بيز على الرقم إن إحنا عندنا مات مثلا 59 واحد النهاردة وهم عندهم مات 1500، هل ده منطقي ولا المفروض إن أنا أقارن 59% دول كام في المية من المصابين والألف وخمسمية دول كام في المية من المصابين؟ هنا الفرق ما بين الأبسولوت نمبر والكام في المية أو الريلاتيف نمبرز اللي هي النسبة المئوية للرقم، بتفرق جدا في فهم المعلومة. هنا مثلا الوفيات حسب جرائم القتل في أمريكا 12200 وفي كينيا 2600، فده يحسسك إن كينيا أمان، لأن عدد الجرائم في العادي هنا 2600 بس، هنا 12000 بس. بس فعليا الرقم ده مش حقيقي، الرقم ده كذاب جدا، لان احنا كينيا عدد سكانها قليل جدا واليونايتد ستيت عدد سكانها كبير جدا. فلو احنا بصينا كمعدل هتلاقي ان في كل 100 بني ادم يموت منهم 4، بيتقتل منهم 4، وهنا كل 100 بني ادم بيتقتل منهم 6، فده معناه ان كينيا مش امن، بالعكس. فبالتالي هنا الريليتيف نمبر اداك نتيجه مختلفه خالص عن الابسولوت نمبر. فانت لازم تختار الرقم الصح عشان توصل المسج الصح، مش تكذب عليا بالستاتستكس وتقول لي انا عملت انجازات. خلاص الغلطه اللي بعد كده ده مش مقري، باين ان هو مش مقري، فبالتالي ازاي ارقام زي دي تتحول لدياجرام او انفوجرافيك مقري زي ده، بلاد مختلفه بارقام مختلفه واضحه جدا ومقريه. هنا ده مش انفوجرافيك، ده انفو بس. ليه؟ لان ده ما فيهوش اي فيجواليزيشن، تكست بس، ما فيهوش غير صوره واحده،
وحتى مدي symbols what و who و how much عبارة عن مربع ودايرة وخطوط. ما فهمتش أنا إيه الرلفنس بتاع الأشكال دي للمكتوب. نفس الكلام هنا contribution ماشي plus، طب risk ليه مثلث؟ فهو هنا ما عملش أي حاجة فيها visualization من أي نوع، ما فيهاش أي chart، كله text وبس. وبالتالي ده it's not an infographic, this is just an information. فبالتالي هنا ده ممكن يتحول إزاي؟ ده ممكن يتحول عن طريق إن أنا ابتدي حتى لو عندي تكست ابتدي اقسمه في paragraphs sequential، او ان انا احاول اطلع من التكست ده اي graphs او اشكال. لو حتى في الاخر اتبقى شويه تكست هعملهم bullet points مش مشكله، بس اهم حاجه يبقى في graphics في الموضوع مش info وبس. هو اسمه infographics عشان بيعمل الاثنين. كده احنا النهارده خلصنا المحاضره وخلصنا المنهج كله. انت كده خلاص المفروض لو بصينا على الحاجات اللي انت المفروض تتعلمها، احنا كده وصلنا لكل حاجه. ابتديت تتعلم شوية في الأناليتيكال والكريتيكال ثينكينج والكريتيف ثينكينج شوية في لما كلمنا في الليتريتشر. هنا ابتديت تبيلد نيو لينكس وحاجات جديدة assumptions. انت كنت مثلا مفترض ان الناس بتوع let's say بتوع اللي بيكتبوا قصص ما بيتبعوش اي قواعد، بس طلع لا ده في اصلا قواعد كتير وفي حاجات كتير مبنية على حاجات تانية زي الفن مبني على السايكولوجي وهكذا. ابتديت تعرف تتكلم ازاي عن طريق الارجمنت، ازاي تقدر تعمل كوميونيكيشن بطريقه مختلفه زي مثلا الانفوجرافيكس، وابتدى بقى عندك شويه امباثي، بتبتدي تفهم ان الناس اللي حواليك ممكن يكونوا مختلفين، عندك كريزي، تبتدي تعرف تبيلد نيو لينكس، واي هوب ان ده يكون اثر على يور اون كرياتيفيتي. الماده كده خلصت، والمفروض انها تكون وصلتك للمرحله دي. انا بقى عندي شويه بالانس ما بين ليفت برين والرايت برين. حد بقى عنده سؤال في المحاضره دي؟ دكتور انا عندي سؤال اوفرول، يعني مش المحاضره دي بالذات. اتفضل. هو ازاي احسن قدرتي ان انا اعمل يعني فيزواليزيشن زي كده؟ يعني في طيب. مثلا كورسات او في حاجات بتحسن الموضوع ده، ان انا مثلا اعمل سلايد زي كده بمرتبه اللون بتاعتها متناسقه، الكلام واضح بالظبط انا عايز اقول فيه ايه. مبدئيا في كورسات، يعني في على كورسيرا كان في كورس introduction او fundamentals of visual design، مش بس على كورسيرا، على اليوتيوب. يوه ده على اليوتيوب ده في كلام كتير جدا. افتح اليوتيوب في channel كده بتعلم basics بتاعت الانترفيو، ازاي تعمل انترفيو basic، ان انت ازاي تعمل resume، ازاي تعمل كده. ففي حاجات منهم انا اصلا بعتها لولادي عشان ولادي صغيرين، انا عندي 10 و14 سنه، بس انا حسيت انها مهمه جدا ان هم يتعلموها من دلوقتي، انها سكيلز مهمه. ففي الجرافيكس البيزكس اللي هي بتاعه الالوان واختيار الشيبس والحاجات دي كلها، اليوتيوب مليان. لو لقيت لينكات معينه هبقى ابعتها لكم، بس انا فاكر ان انا فتحتها قبل كده واتفرجت على شويه حاجات فيها. يعني دي اول نقطه. النقطه الثانيه بتيجي بقى بالتمرين والخبره. يعني انا مثلا شفت الكلام ده عندنا في عماره، لما الطلبه بيبداوا اول محاضره في الفيجوال ديزاين بيبقوا واخدين بيزكس كده، وبعدين يعملوا اساينمنت للناس اللي من عماره هنا هيبقوا فاهمين انا بقوله ده جدا، يبقى حاسس ان هو عمل اختراع خرافي ويروح ياخد سي، ومره تانية يبقى مكعبل اي الوان على اي اشكال وهو مش فايق ويروح ياخد ايه، وهو مش فاهم هو ليه خد ايه هنا وليه خد السي هنا. فبالتالي انت في الاول بيبقى ما عندكش السنس قوي. مع الوقت الطلبه دول نفسهم لما بيكبروا ويبقوا في سنه ثالثه ورابعه ويبصوا على بروجكتس سنه اولى بيقدروا يعرفوا المشكله فين وبيقدروا يحسنوا عليها ويقدروا ينقضوها. فبالتالي جزء منه بيجي بالتعلم. التعلم ده موجود افيلبل على اليوتيوب وعلى كورسيرا وحاجات تانية كتير. وفي جزء تاني بيجي من الخبره بقى، ان انت جربت مره واثنين وثلاثه وعكيت الدنيا مره بس ظبطتها المره اللي بعدها وهكذا. فاتمنى ان انا الاقي تاني اللينكات بتاعه الفيجوال ديزاين دي موجودة على اليوتيوب، لو كده هبعتها لكم هنا على التيمز. طيب تمام، يا ريت يا دكتور. اوكي طيب مين تاني؟ ده في محاضرة بقى نسيت اقول لكم عليها، استنى اوريها لكم، اعمل لكم اقدر لكم شير سكرين ليها عشان بس تفهموا فكرة الالوان. اختيار الالوان ساعات بيبقى تشالنجينج جدا بالنسبة لي، حتى ان انا كان عندي كورس كده بديه في سنه رابعه، كورس غريب اساسا اسمه تكنولوجي في انشنت ايجيبت. الهدف منه ان انا بتكلم على في مصر القديمه كانوا بيستخدموا تكنيكس ازاي في الكونستراكشن. فالمحاضرات بتاعت مصر القديمه دي اجيب لها الوان ازاي، يعني تكنيكس بيلدينج تكنيكس في مصر القديمه. فالموضوع بالنسبه لي كان فيري تشالنجينج لغايه ما قررت، استنى اعمل لكم شير سكرين.
دي واحده من الحاجات اللي انا قضيت فيها كذا يوم بفكر هختار الابره عامله ازاي. متتخيلوش الموضوع قد ايه صعب. عملت ايه؟ جيت في الاخر انا اخترت الالوان دي اللي هي البنيات والازرقات، ومش هصدق انا جبتها منين. جبتها من دي مثلا صوره من الصور بتاعه المعابد، فجبت كذا صوره للمعابد واخدت درجات الاصفر والبني بتاعه الرمل والصخر ودرجات الازرق بتاعه السماء، هم دول. فاخترت درجات البني والاصفر لان هي دي الالوان المتكرره جدا في التوبيك، يعني كل ما افتح صوره الاقي فيها الصور دي، البنيات والاصفرات الحجر والرمل والوان السماء. فكنت باخد دايما الوان من الطبيعه او من الحاجات اللي هي كانت موجوده في الرسومات، هتلاقي اغلبها ازرقات وبنيات. طيب ليه بقى اخترت الازرق والبني بالذات؟ لان انا كان عندي خمس حاجات بتكلم عليهم في كل محاضره، ثلاثه مع بعض واثنين مع بعض. الثلاثه مع بعض واثنين مع بعض دول مش هيبانوا في المحاضره دي، بس هيبانوا في المحاضره اللي بعدها. ثانيه واحده اجيب لكم المحاضره اللي بعدها. عشان بس مستوعبين فكره ان ازاي البرزنتيشنز بتيجي من التوبيك اكتر ما بتيجي من ان انت قاعد مع نفسك بتدور على الالوان. فالتوبيك ده لازم يبقى هو الانسبيريشن الاساسي الاول والاخير بالنسبه لك. شيبينج سون مثلا هنا بنتكلم على الهرم الاكبر، تشالنج بتاع الهرم الاكبر، وبنتكلم على شيبينج الستونز بتاعته. فهنا بتكلم معاهم في كل محاضره عن مشكله، ايه هي البروبلم، انا عندي مشكله وعندي شويه نولج المصريين القدماء عارفينهم وعندهم شويه ماتيريالز، الماتيريالز دي عملوا على اساسها تولز وميثودز. فانا بعمل ايه؟ في كل سلايد بحط الخمسه دول، بكتب البروبلم هي ايه وايه النولج اللي كان عندهم. كان عندهم ماتيريال بروبرتيز وعندهم جيولوجي، والماتيريالز عندهم كانت وودن ستيك وروكس. ميكس دول على بعض، كان عندك وودن ستيكس وروكس وشويه معرفه بالجيولوجي، ايه التولز اللي هتطلعها وايه الميثودز اللي هتستخدمها. ودي اللي لازم الطلبة يجاوبوا عليها الأول قبل ما نتقابل. لا أنا مش عارفة مشكلة فين، أنا بغير الشبكة. الخلاصة أنا بشرحها لكم فكرة تمام. طيب الخلاصة أنا بشرحها لكم فكرة اختيار الألوان كمان باين مبني على التوبك تماما، إن أنا عندي ثلاث ألوان، البني بيتكلموا على الحاجات الجيفن، إيه المشكلة وإيه الماتيريال والنولج اللي عندي وإزاي هم هيطلعوا بيز عليها تولز وميثودز. فبعد ما بدي الطلبه وقت ان هم يفكروا ببتدي بقى اتكلم معاهم على ايه هي التولز، تو مثلا فاير اند كولد والميثود بتاعتها كذا، بالكل واحده باللون بتاعها. فبالتالي انا بقى عندي الالوان هنا هي عباره عن حاجه منتلي بالنسبه لهم، البنيات والاصفر بيتكلم على المشكله والحاجات الافيلبل، وبعد كده التولز والميثودز بتاعت استخدامها، التول هي ايه واستخدامها كان عامل ازاي. خلاص فبالتالي انت في الاول وفي الاخر لازم تبقى بتفكر على التوبيك محتاج منك ايه عشان تعرف تختار الالوان والشيبس اللي انت عايزه. حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده تعليق؟ طيب اي حاجه دكتور، كانت مش المفروض المحاضره كانت الساعه 9 في رمضان؟ كانت الساعه 9 بس لما رجعنا تاني بعد رمضان رجعنا 7:30. ده انا حتى سالتكم الميعاد بقى كام، قلتولي هتبقى ترجع الميعاد 7:30. سافك ان احنا كنا في محاضره فكنا يعني كنا قلنا مثلا ترجع 9 تاني يعني. ما حدش بلغني، انا اتبلغت ان احنا هنرجع تاني لميعادنا قبل رمضان. عامه احنا ممكن نعمل سيشن المره الجايه الساعه 9 للي عنده اسئله وما لحقش يحضر اي واحده من الديسكشنز اللي هي في ميعاد الساعه 7:30 عشان عنده محاضرات تانيه. كويس كده؟ تمام، شكرا يا دكتور. تمام، المره الجايه ممكن نتقابل الساعه 9 للي عايز. حد عنده سؤال؟ وده برضو فهم ولا فرهضه؟ ما بتردوش عشان انتوا فاهمين ولا ما بتردوش عشان انتوا مفرهدين؟ لا هو تقريبا فهم يا دكتور. تقريبا فهم، ماشي انا اتمنى ذلك. اوكي، لو انتوا كلكم خلاص فاهمين وشاطرين كده ممكن تنطلقوا بقى. واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي الساعه 9 لاسئله عامه على المنهج، اللي عنده سؤال في اي محاضره حضروا كل الاسئله كل اللي انتم محتاجينها عشان هرد عليكم ساعتها. تمام، هو احنا كده خلصنا المنهج كامل؟ اه والله. ماشي، شكرا. خلاص ماشي، يلا اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. نعم.
مع السلامة.
هي المحاضرة خلصت، رحنا على فكرة يعني.